السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي الغاليين حبايبي، منورين الدنيا كلها. والله جايب لكم خبر حلو قوي، عايزكم تبقوا متابعيني واحكي لكم على كل حاجة ان شاء الله. دلوقتي حتى في كارنيه اسمه خدمات متكاملة. ايه هو الخدمات المتكاملة؟ ايه هو الخدمات المتكاملة ده؟ لو انت معاك ذهنيا او معاك بصريا او معاك اعاقة كسر او إعاقة خلقية أو عامة أي إعاقة في جسمك كلها، عامة هتروح التأهيل المهني. تمام، التأهيل المهني هتقدم بالورق اللي معاك، تقول له أنا عايز أعمل كارنيه خدمات متكاملة. خدمات ايه؟ متكاملة. تمام، هيبعتوك، هيدوك ورقة، هتعمل كومسيون طبي في الرصافة لو انت من اسكندرية. تمام، هيبعتوك الرصافة، هيبعتوك الشاملة حسب المكان اللي هما هيحددوه ليك. اوكي، هتاخد بيهم ايه؟ هتروح اولا هتروح هتعمل الكومسيون الطبي. بعد ما تعمل الكومسيون الطبي هتخلص اجراءاتها وترجع تاني للمكتب، هيتعمل لك الكارنيه دوت. تمام، يطلع لك الكارنيه خدمات متكامله، هتروح بيه اي مستشفى، هيبقى ليك هتدفع 3% على اي كشف. هتشتري من الدولة شقة، هتدفع 3%. هتشتري عربية، هتدفع 3%، مش هيدفع لك جمرك عليها اصلا العربية. اوكي، تمام، بس لازم تعمل الاوراق الاول. اهم حاجة اللي هي بتاعت الخدمات متكاملة، اللي هو الكارنيه ده اللي تروح بيه تقدم على العربية او الشقة اللي انت عاوز توصل لها. اوكي، حتى هتقدم بقى على كل ده او على الشقة او على العربية. من العربية هتدفع 3% برضو، مش هيدفع الجمارك بتاعتها خالص. اوكي، تمام، انا جيت اجيب لكم المعلومة ديت عشان خاطر لو في حد عنده حد معاق يقدم ليه عشان خاطر يستفاد ليه حق على الدولة، ان هو يبقى ليه حق عليها. ليه؟ ايوه، عشان ليك حق تاخد خدمات متكاملة من الدولة. تمام، ولو عايز مشروع بتعمله برضو من الدولة، بتاخد من البنك فلوس 30,000 من بنك ناصر، وبتسددهم على مدار حسب الوقت اللي تحدده. تمام، وكل الاجراءات ديت. بس اهم حاجة تعمل لي لايك والشير، تدعمني عشان انا اجيب لك معلومة لو انت تستفاد بيها. انت اولى بكل شيء في الدولة، ليك حق ان انت في الدولة تاخدها وانت مطمن وما تقلقش ان انت تدفع 3%. بس يعني لو العربية ب200,000 هتدفع 6,000 جنيه وتاخد حتة عربية
بعد قبل الترخيص بتاعها وانت ترخص، وبعد كده كل شيء يبقى بتاعك وباسمك وحالك ومالك. اللايك اهم حاجة والاشتراك في القناة. انا بفيدكو بالخدمات متكاملة، اهم حاجة تجروا في الموضوع ده وتتكاملوا، وانا جايب لك المعلومة دي على اساس ان انتوا اولى باي شيء. اهم حاجة انا بجيب لكم معلومة معلومة، ما بنزلش اي فيديو وخلاص. انا احب اجيب المعلومة صح عشان انتوا اخواتي اللي مشرفيني اللي منوريني، وتسلموني يا رب على راسي كلكم، وشكرا على دعمكم ليا، شكرا على دعمكم ليا عشان انا اتأخرت عليكم شوية. معلش انا بجيب لكم المعلومة من الاخر عشان انتوا اخواتي اللي مشرفيني ومنوريني في الدنيا كلها. تسلمولي اللايك والشير والكومنتات، اي معلومة هتكتبوها انا هرد على اي كومنت هيتكتب هرد عليه بالتفصيل. اي سؤال اي حد عايز يستفسر عنه اقوله يتوجه ازاي، وانا اوجهه في الصح. تمام، وشكرا منكم اخواتي الغاليين، مع السلامة ورحمة الله وبركاته.